السلام عليكم ورحمة الله. عدد جديد من فقرات جورنال فير وآخر الأخبار الرجوية لهذا اليوم. أول خبر رجوي في عدد اليوم بعنوان الرجاء والوداد يتواجهان في ثمن النهائي البطولة العربية. وفي محتوى الخبر جرات اليوم قرعة دور ثمن النهائي البطولة العربية للأندية البطلة والمسمات هذا الموسم كأس محمد السادس. وفرزت القرعة على ديربي حارق بنكهة عربية بين الرجاء الرياضي والوداد. النصر الخضر هما اللي غيستقبلوا في الذهاب في حين أن الفريق الأحمر غيستقبل في الإياب. ديربي مبكر هذه السنة وغيعطي صورة زوينة لا محالة خصوصا جماهيريا وحتى كرويا. هذا الموسم ممكن نشوفوا 6 ديربيات أو أكثر بحكم مشاركة الفريقين معا في البطولة الوطنية البطولة العربية ودوري أبطال إفريقيا. ثاني خبر بعنوان منحة جديدة للرجاء بعد التأهل بالبطولة العربية. وضمن فريق الرجاء الرياضي الحصول على 75 ألف دولار من الاتحاد العربي بعد حجزه الخميس الماضي لبطاقة التأهل لثمن النهائي البطولة العربية للأندية البطالة. وكيحصل الفائز بالبطولة العربية على 6 مليار سنتيم مقابل 2 مليار ونص سنتيم للوسيط و500 مليون للمنهزمين في نصف النهائي و200 مليون سنتيم للأندية المقصية من الربع النهائي. من حمش أنها تخفف من الأزمة المالية اللي كيعاني منها فريق الرجاء الرياضي خصوصا إذا مشى للأدوار المتقدمة في كل من البطولة العربية وعصبة الأبطال الإفريقية. خبر آخر بعنوان ناناح احتفالي أمام هلال القدس كان عفويا. وقال أيوب ناناح لاعب فريق الرجاء الرياضي أن الطريقة اللي احتفل بها بهدفه أمام هلال القدس الفلسطيني مقصد بها حتى حاجة خيبة، وأكد أن الفرحة العارمة هي اللي خلته يخلع القميص بدون شعور ويسجد شكرا لله بعد هزه لشباك الفريق الفلسطيني. ووضح أيوب ناناح في تصريح خاص للبطولة وقال كاين اللي انتقدني بسبب احتفاليتي بعد الهدف لكنني كنأكد على أنها كانت عفوية وتلقائية. وزاد أن الهدف اللي سجل كيحمل رمزية كبيرة بالنسبة ليه بحكم أنه وضعه ده من أول لاعبي المغاربة اللي تذوقوا طعم التهديف على الأراضي الفلسطينية. وخلف الطريقة اللي احتفل بها أيوب ناناح بعد تسجيله الهدف بزاف ديال التأويلات، بحيث كاين اللي قال بلي كان ترد على محسن متولي اللي كان رافض أنه يخرج ويتم استبداله بأيوب ناناح، وكاين اللي شاف أنها موجهة للمدرب الفرنسي باتريس كارتيرون اللي خلى ناناح في الاحتياط بالرغم من الأداء المتميز اللي كيقدم في كل لقاء لعبه. خبر آخر بعنوان لاعبو الرجاء الصلاة في أولى القبلتين أجمل من التأهل. وعبروا لاعبي فريق الرجاء الرياضي على سعادتهم بزيارة المسجد الأقصى في فلسطين عقب مواجهة هلال القدس الفلسطيني برسم إياب دور 32 من كأس محمد السادس للأندية البطالة. ونشروا لاعبي الفريق الأخضر العديد من الصور من المسجد المذكور إلى جانب بعض الأصدقاء المحيطة به لتوثيق خوضهم للمباراة في أرض فلسطين. وعلق البعض منهم على الصور بالقول جميل هذا التأهل لكن الأجمل هو الصلاة في أولى القبلتين وزيارة هذه الأرض الطاهرة أرض الأنبياء. أحمد الله على هذه النعمة، شكرا فلسطين، شكرا القدس، حتى النصر. وكاين اللي كتب ذنبك أنك جميلة كيوسف لكن خانك العالم كإخوته، وغيرها من العبارات اللي شهدت تفاعل كبير من أنصار النادي الأخضر وجمهور هلال القدس الفلسطيني. وزارت بعثة النسور الخضر للمسجد الأقصى لتأدية صلاة الجمعة بالأمس قبل ما توجه لأحد المطاعم المقابلة له لحضور مأدوة غداء أقامتها إدارة الهلال القدس الفلسطيني على شرف فريق الرجاء الرياضي. خبر جديد بعنوان هيمنة رجوية على لائحة المحليين. وجه الحسين عموتة مدرب المنتخب الوطني المحلي الدعوة 28 لاعب تحسبا للمباراة اللي غتجمع يوم السبت 19 اكتوبر بين المنتخب الوطني المحلي وناظره الجزائري برسم اياب الدور المؤهل لبطولة افريقيا للاعبين المحليين. وغتجرى هذه المباراة اللي غتنطلق في الساعة 8 مساء على ارضية الملعب البلدي مدينة بركان. وعرفت اللائحة النهائية للمنتخب الوطني المحلي هيمنة رجوية بسبعة اللاعبين اختارهم عموتة باش يدافعوا على القميص الوطني ضد الجزائر. وتوجهت الدعوة لكل من المدافع بدر بعنون، سفيان الرحيمي، أيوب ناناح، محمود بن حليب، حميد أحداد، زكريا الوردي وعمر بوطيب. ومن المنتظر باش يلتحق الحارس أنس الزنيتي بالمحليين لخوض مباراة الجزائر بعد ما استدعاه فايدالي لوزيتش في لائحة الأسود مواجهة كل من ليبيا والغابون. خبر آخر عنوانه الرجاء يطلب تأجيل مباراة بني ملال. وطلب فريق الرجاء الرياضي تأجيل مباراته أمام ضيفه رجاء بني ملال برسم مؤجل الجولة الأولى من الدوري الاحترافي بسبب تزامن موعدها مع عودة الفريق الأخضر من فلسطين. وكيحق الفريق الرجاء الرياضي طلب تأجيل مباراته أمام رجاء بني ملال خاصة أن قوانين المسابقات التابعة للجامعة الملكية
كتشيح للانديه اللي كتخوض منافسات خارجيه تاجيل مبارياتها في البطوله الوطنيه ل 48 ساعه في حاله اجراءها في المغرب و 72 ساعه الى تقامت خارج المغرب، اضافه لان بعثه الفريق الاخضر يلا غتغادر غدا الاراضي الاردنيه بسبب اجراءات الاحتلال الاسرائيلي اللي غلق معبر الكرامه نهايه الاسبوع الجاري. وضحت مصادر مطالعه ان لجنه البرمجه كتجه لاتخاذ قرار اجراء مباراه الرجاء الرياضي ورجاء بني ملال الاربعاء المقبل بدايه من الساعه الرابعه عصرا. خبر اخر بعنوان الرجاء يبحث عن ملعب لاستقبال بني ملال، وبداو مسؤولي فريق الرجاء الرياضي تحركاتهم لتامين ملعب يستضيف مباراه فريقهم امام ضيفهم رجاء بني ملال برسم مؤجل الجوله الاولى من الدوري الاحترافي بعد قرار اغلاق مركب محمد الخامس للصيانه والاصلاح. وضحت المصادر ان اداره الرجاء الرياضي اضطرت للبحث على ملعب خارج مدينه الدار البيضاء بعد اغلاق مركب محمد الخامس، اضافه لاستحاله اجراءها على ارضيه ملعب الابجيكو في الدار البيضاء اللي اعتادوا النسور الخضر اللاعب على ارضيته في الاونه الاخيره بسبب اغلاقه ايضا. وضافت المصادر ذاتها ان اداره الرجاء الرياضي استقرت على اجراء المباراه المذكوره بملعب الرازي بمدينه برشيد وفوق حصولها على ترخيص من السلطات المحليه والامنيه لمدينه ولاد حريز. خبر جديد بعنوان عرض رسمي للرجاء لمواجهه فريق اياكس امستردام، وعرضت شركه هولنديه متخصصه في تنظيم التظاهرات الكبرى على اداره فريق الرجاء الرياضي مواجهه فريق اياكس الهولندي في يناير المقبل بمركب محمد الخامس بنين الدار البيضاء. وضحت المصادر ان مسؤولي الشركه المذكوره اقترحوا على مسؤولي الرجاء الرياضي اجراء المباراه وعرضوا عليهم حيثيه تنظيمها وظروفها اضافه للمبلغ المالي المطلوب مقابل تنقل الفريق الهولندي للعاصمه الاقتصاديه لاجراء المباراه الوديه المذكوره. وشدد المصدر ذاته ان الشركه الهولنديه اقترحت قيمه المبلغ اللي غيتيح ليها تنظيم وديه الرجاء واياكس الهولندي، واكد ان الفريق الاخضر غيستافد من مداخل تذاكر المباريات مداخل الاشهار والنقل التلفزيوني. وكتنتظر الشركه الهولنديه رد مسؤولي الرجاء الرياضي لبدء الترتيبات الضروريه من اجل تنظيم الوديه المذكوره اللي غتحظى متابعه كبيره في حاله اجراءها بين النسور الخضر واصدقاء حكيم زياش. خبر اخر بعنوان عقوبه ماليه اضافيه للرجاء بسبب فاخر، وكيتسبب تاخر الرجاء الرياضي في اداء العقوبه الماليه الصادره في حقه لفائده مدربه السابق محمد فاخر في الرفع من قيمتها على اعتبار ان الحكم الصادر كينص على زياده 5% على كل تاخر من قبل الفريق الاخضر. ورسل المحامي فاخر للاتحاد الدولي لكره القدم فيفا من اجل اصدار تاريخ محدد يلزم به الرجاء لاداء العقوبه، اذ في حال تجاوزه غيكون الفريق مهدد بخصم النقاط من رصيده في البطوله الوطنيه وحرمانه من التعاقد مع لاعبين جدد فترة محددة. جدير بالذكر أن تأخر مسؤولي فريق الرجاء الرياضي في أداء العقوبة لمدة سنة أخرى غيكلفهم مبلغ 34 مليون سنتيم إضافي غيستفد منه محمد فاخر بسبب تأخر الرجاء الرياضي في الامتثال للحكم الصادر في حقه. خبر في نفس السياق بعنوان أول خروج لفاخر بخصوص أزمته مع الرجاء. وفي أول خروج ليه وضح محمد فاخر مجموعة من الأمور بخصوص الأزمة دياله مع فريق الرجاء الرياضي. مدرب الرجاء السابق قال انه حاول انهاء المشكل بشكل ودي مع مكتب الرجاء الرياضي لكن ما توصل بحتى شي رد. وقال فاخر المشكل كان وقع ليا مع حسبان، الجميع حكموا ليا ب 75 مليون وعطوني 63 مليون، تكرفست عام كامل وعطيت من عندي للاعبين وما غاديش نقول سمياتهم، وخلصت الكيني 4 شهور 15000 درهم من عندي وفي الاخر كيقول لك الباب. وزاد هذه ماشي اول مره ندي اللقب ومن بعدا يقولوا لي الله يعاون، المونديالتو كان بقى لي 6 ايام وتمت الاقاله ديالي وما خرجتش دويت. وضاف فاخر تلاقيت مع محمد اوزان شي ساعه ونص وقال لي لا ما خصوش حسبان يدير هكا، وقال لي غادي يتكلف ومن تماك ما كان الرد ديالو. من بعدها عيط لي البوصيري الله يرحمه وقلت ليه في اي وقت بغيتو مرحبا، حتى واحد ما رجع عندي. المحامي قال لي نمشيو لحل توافقي ولكن ما لقينا حتى رد وداكشي مدون. اتصل بيا سعيد وهبي الناطق الرسمي ديال الرجاء الرياضي وتلاقيت معاه ومن بعد ما رجعش، واكد فاخر بان مكتب الرجاء الرياضي ما اتصلش به لحد الان من اجل ايجاد حل توافقي يرضي الطرفين. كان هذا